عن كريب أنه سمع أسامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبد، في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في مجلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون. قالوا: نعم نحن المشمرون. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. هنيئا لهم، سمعوا الأوصاف والأخبار فشمروا، وصدقوا الأقوال بالأفعال، علموا أن السلعة غالية فقدموا الثمن من الأنفس والأموال، لأن الله اشترى وهم باعوا، والثمن الجنة، وعد صادق وعهد سابق، ومن أصدق من الله قيلا.